من ضمن الأسئلة، أنا عندي أشتغل كول سنتر لكن عندي سوشيال أنكزايتي أو توتر من مقابلة الناس أو الخروج بره دايرة الأمان، بخاف أرد على التليفون أصلا ولا ملوش علاقة، وهل أنا بالنسبة لي هحس بالفزع وكده؟ لا، هتتعود وهتعرف بعد كده تفصل ما بين المكالمات اللي جاية لك الشخصية وما بين المكالمات اللي جاية لجهة العمل. فقال له يا فندم، كده انت مش بتكلم حد جاي لك، لا ده انت بتكلم تليفون جاي للشركه، فودافون او موبينيا او اتصالات او اي مكان بيسموها دلوقتي اورنج او الى اخره، على حسب المكان اللي بتشتغل فيه كول سنتر. فلا، انت تعرف تفصل مع الوقت، ولكن لا داعي للتوتر من هذا الموضوع، مع الوقت هتعرف تتعامل. انا شخصيا كنت برضه بتوتر، بعرف ارد عليه، ولكن قال له يا فندم، ودلوقتي تلاقي الواحد حرك، وبالعكس دي از اكسبيرينس كويسه جدا، كخبره كويسه جدا، هتطورك جدا في هذا الموضوع، تعرف تعملها، ولكن مع المكالمات مره ورا التانيه الموضوع هيكون افضل بكتير مع الوقت. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو لمتابعه كل جديد.